السلام عليكم، كيفكم شباب؟ انا مؤيد من قناة وورد اوف تكنولوجي، ورجعنا لكم يا شباب بسلسلة جديدة من برنامج الايديت والتعديل اللي هو الفوتوشوب. بس قبل ما نبدأ الحلقة، فضلا وليس امرا تنزلوا تشتركوا تحت بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات، ويلا نبدأ. طيب يا شباب، ورجعنا لكم بالدرس الثالث من سلسلة تعليم الفوتوشوب، واليوم معنا يا شباب أدوات التلوين والفراشة. أول أداة معنا اختصارة جاي من الكيبورد، هنلاقي لو كنا ضغطينا جي تاني، ضغطنا جاي حينقلنا لحاله على الأداة هاي. أول أداة معنا هي سبوت هيلينج براش تول. شو يعني سبوت هيلينج براش تول؟ هنجرب ونشوف. مثلا براش تول، سبوت هيلينج براش تول، هي مثلا انا عندي هاد اللون او هاد المكان، مثلا بدي ساوي، بدي البرنامج مثلا هاد المكان يصلحه، فبضغط الت وبختار مثلا المكان اللي بدي اخذ منه النسخة. اختار مثلا هوني، بعدين بعمل هيك، بلاقي لحاله صلح لي اياها وشاف شو المكان المناسب. مثلا خلينا نجرب مكان تاني، نجرب مثلا هذا المكان، اعمل له هيك، لاقي الفوتوشوب لحاله لقالي احسن مكان واخذ منه نسخة وحطه بهذا المكان. طيب في عنا فوق شوية اعدادات بامكاننا احنا نستخدمهم. اول اعداد هي السايز تبع الفرشاية، والهاردنس الحدة تبعها، والسبيسينج المسافة. هون بإمكاننا نحنا نكبر ونصغر شلون بدنا شكلها، يعني لاحظوا شلون صارت دائرية، إذا صغرتها بلاقيها صارت على شكل بيضاوي. طيب لو كبرنا السايز هنلاقيها كبرت أكتر، لو صغرنا هتصغر. في اختصار من الكيبورد بإمكاننا نكبر ونصغر فيه، هو دال، يعني لو كنا قافلين هاي هنلاقي لو ضغطنا على دال عم يكبر، ضغطنا على جيم عم يصغر. يعني مثل ما قلت لكم، هاي بإمكاننا نستخدمها بالوش، يعني لو بدك تشيل شي من الوش، شي مو ظابط، تستخدم هاي لمثل تعمل هيلينج للصورة. طيب كيف فينا نرجع على الصورة الأصلية؟ هنضغط كنترول الت زد، هنضل ضغطين زد لحد ما ترجع الصورة الأصلية. طيب معنا تاني أداة وهي كمان اختصارهم هدول كلهم جاي، هي الهيلينج براش تول. شو يعني هيلينج براش تول؟ أنا مثلا عندي هذا المكان بدي ساوي احمر او اخضر نفس المكان، فبضغط الت مثل ما قلت الكون وبختار مثلا هذا اللون الاخضر، هلاقي لحاله بينسخ لي الصوره وبامكاني انا اعمل له هيك. لاحظوا شلون عم ياخذ الصوره مثل ما هي، يعني لاحظوا شلون نسخ الصوره، نسخ. كان احنا نعملها النورمال العادية او ريبليس، يعني نسخ لصق، يعني نفس الصورة بيعمل لها نسخة تانية. هو اعدادات كمان داركن لايتن، يعني اسود اكتر او ابيض اكتر، هنخليها نورمال. ومثل ما شفتوا هاي الاداة، اذا كان مثلا عندك انا هذا المكان، هعمل الت والكون واخد هاي، وحلاقي لحاله بياخذ لي هون النسخة، شايفين علامة الزائد بياخذها نفسها. او نفس ما قلت لكم، بامكانكم تتحكموا من السايز، يا اما من هون يا اما من الدال والجيم، وبالهاردنس والسبيسينج والشكل تبع. طيب هننتقل لثالث اداة بهي القائمة وهي الباتش تول. شو يعني باتش تول؟ خلينا نشوف مع بعض. لو حددت انا مثلا هذا المكان بايدي، هو بدي اخذ
بدي غير هالمكان مشان احطه هاي. لا اي عمل لي هذا المكان نفس المكان والفوتوشوب زبطه الاعدادات تبعه. طيب هنرجع نعيد مشان نفهم اكثر. انا بدي اخذ مثلا هذا الخضار اعمل له هيك مثلا بايدي واحط مكانه احمر مثلا. لاحظوا شلون اخذ على شكل وردة اخذ نفس هاي المكان وحاول يزبطه. هالاعدادات كلها مشان الهيلينج مشان تعالج الصورة اذا كان فيها اي اخطاء. عنا اللي بعدها هي content aware move tool كمان اختصارها جاي مثل ما هنلاقي كمان شبيهة باللي قبلها. يعني لو حددنا هون يمكن احنا ناخد نسخة تماما ونحطها وين ما بدنا مثلا نحطها. هنلاقي الفوتوشوب لحاله حط لي نسخة هون وظبط هاي بحيث انك انت اخذت نسخة غير. هنجرب مرة تانية وناخد مثلا هون هناخده ونحطه بنص هاي الصورة. هنلاقي بدل لي هاي الصورة بهاي الصورة. عنا الأداة الأخيرة واللي هي Red Eye Tool. نشوف مستفاد منها هي Red Eye Tool. لو بتلاحظوا في لو حدا بيصور بالكاميرات بالفلاش مرات بيطلع على العين لون أحمر مثل ضاوي أو مثل هذا اللون الأحمر تبع الوردة اللي انتو شايفينه. فكيف فيني عالجه؟ إذا طلعت أنا هيك ضاغط أو سحبت على هذا اللون أحمر حلاقيه عمل لي إياها أسود. لاحظوا شلون؟ حاول يضبط لي الالوان وعم يعملها اسود. لاحظوا شلون لا صارت مثل اليابسة الوردة. كان من فوق نتحكم بالسايز تبع تبع هاي الاداة وبامكاننا كمان نتحكم بالداركن يعني نساويها اسود كلها ولا نساويها فاتحة شوي. هنفوت على الأداة اللي بعدها اللي هي براش تول الفرشاية العادية واختصارها بي من الكيبورد. أول أداة معنا هي البراش تول العادية. هنلاقي شوية إعدادات فوق بإمكاننا نستخدمهم. هون نفس ما قلت لكم السايز بإمكاننا احنا نكبر بالدال والجيم وفي الهاردنس الحدة. بإمكاننا نختار أني فرشاية هو الفوتوشوب منزلة. في شغلات أنا منزلة مثل هاي الوشوش اللي انتو شايفينها مثلا. يعني لو اخترنا هاي نلاقي بيرسم لنا على شكل نفس هذا الشكل اللي احنا حطيناه. بإمكاننا احنا نغيره نعزو شلون صار تخين. بإمكاننا احنا نصغره. براش تول يعني فرشاية عادية. المود نورمال في كذا مود يعني صراحة ما بجربه كلهم فخلونا نجرب واحد. خلونا مثلا نقول مثل كالر بيرن. هنلاقيه كأنه بيحرق لي الصورة هيك لشوي اسود. يعني لاحظوا مثلا اذا عملت كل شيء يعني هي كلها مودات لا بإمكاننا احنا نستخدمها. يعمل لي اياها غامقة شوي. في كتير مودات بإمكاننا احنا نستخدمها. لاحظوا هي شلون فتحها اكتر. طيب في هون الاوباسيتي والفلو. هنفوت على الأداة اللي بعدها واللي هي البنسل تول قريبة كتير من البراش تول. بإمكاننا احنا نستخدمها. هاي البنسل تول بتحسها يعني لما ترسم هيك بتحس إلها حواف. يعني لاحظوا شلون مكسرة من الحواف. هاي اللي بتختلف عن البراش تول. اما لو حطينا البراش تول عفوا لاحظوا شلون ما إلها حواف مثل هاي. هاي إلها حواف ومنحنيات مكسرة. البنسل إعداداته نفس إعدادات الفرشاية. عنا
الأداة اللي بعدها واللي هي اختصار كمان ب Color Replacement Tool. هاي Color Replacement Tool مثلا أنا بدي أخذ هذا اللون الأخضر، هنضغط Alt مثل ما قلنا وناخده. صار بإمكاننا مثلا نلون هاي نفس هذا اللون الأخضر، يعني لو عملنا هيك هنلاقيه يفتح لي اياها شوي بنفس هذا اللون. ناخذ هون مثلا شايبين عندكم أكثر، أخذ لي نفس اللون تبع هذا. طيب يا شباب، والأداة اللي بعدها أنا جبت صورة جديدة مشان تبين معكم أكثر، هي لاحظوا كمان هي شكل طابع، يعني بتطبع لي الصورة تماما. بإمكاني من فوق نتحكم بالسايز، مثلا عندي هذا الزلمة، أنا بدي أخذ نسخة منه فبكبس Alt وبحطها بنص الزلمة، بعدين بعمل هيك بلاقي يعمل لي نسخة مثله. نسخ نسخ لاحظوا شلون. طيب الأداة اللي بعدها هي Pattern Stamp Tool. عندي كذا شكل، هاد وهاد وهاد وهاد، بإمكاننا احنا ننزل من النت مثل ما قلنا. هي شوفها أنت بتعمل لي خلفية للصورة، يعني مثلا أنا عندي هي الصورة أو هي الوردة أنا بدي أعمل لها خلفية، فبحطها وبتحكم بالسايز تبعها مثل ما قلنا بالدال ولا الجيم، وبنعمل هيك بلاقي لون لي الخلفية تبع هي الوردة. هاي هي الأداة الثالثة. طيب في أداة بس أنا نسيت لكم إياها، اللي هي أعتقد اسمها القطارة، يعني هي موجودة بالحياة العملية، بس أنا بدي أخذ هذا اللون وما عم بعرف طلعه من الألوان اللي تحت، فبضغط ضغطة وبلاقي أخذ لي اللون. يعني لما أحط البراش تول العادية هلاقي اخذ لي نفس هذا اللون اللي جوا. مثلا انا بدي اخذ اللون هاد، هرجع احط القطارة اللي فوق واضغط ضغطة واحدة هلاقي اخذ لي نفس اللون، بامكاني يصير لون فيه. طيب عنا الاداة اللي بعدها اللي هي Color Simpler Tool، كمان هدول اختصارهم كلهم اي. اي صراحة انا ما بعرف شو استخدامها، يعني بس هي اعتقد تنسخ لي كذا لون. يعني لاحظوا مثلا اللون الاول بيقول لك شو اللون تبعه، يعني اذا حطيت انا هلا على واحد بيقول لي شو اللون تبعه يعني والمساحات تبعه وين الاكس والواي. هي يعني للتصميمات المعقدة كتير بيستخدموها. عنا الرولر تول، يعني مثلا انا بدي اقيس هاي مثلا قديش مساحتها، هلاقي بيحسب لي تحت قديش المساحة. كمان هي استخدامها مو كتير، يعني مو كل الناس تستخدمها. عنا اللي بعدها اللي هي النوت تول، عجبتني انا الصراحة. بس انا بدي احط نوت هون واكتب انه هي مثلا مساحتها على اكس مثلا 50 وعلى واي 60 مثلا، مشان اعرف شو هي. فانا اذا بدي اشوف هي قديش مساحتها بحط بس على هي اضغط ضغطة بلاقي طلع لي اياها هون. نحسو شلون قال لي اكس 50 وواي 60. طيب هيك يا شباب نكون خلصنا تقريبا نص الفراشي وادوات التلوين. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، ولا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة.